الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا جار يا اهل الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا يا جدي وين الدار والجار اللي كان يغار يا جدي وين الدار والجار اللي كان يغار وين البحر والليوان وين الفارس بالميدان وين رجال ما بتنهان وين الالفي والمحبي وين النخوة يا خسارة جدي ويا يا أهل الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا جار سحر يوه وشو العمل هلا؟ العمل انك تروحي على تربة باب الصغير وتدوري على القبر اللي قلت لك عليه بتحفري جنبه من ناحية القبلة بتلاقي السحر هنيك ولي على قامتي بدي روح على التربة؟ والله ما بسترجي روح على التربة لحالي معلش اخذ جوزي معي؟ ايه معلشي معلش ام صياح الله يخليكي كشفي لزكية زكية خليها ليوم التنين أنا ما بكشف إلا خميس وتنين وأخي شمروخ عنده شوية شغل هلأ مانو فاضي إيه دستور من خاطره ليوم التنين ليوم التنين على راحته لا 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 أم صفوان ما بدنا شي منك أعوذ بالله لا بدنا تسلمي تسلمي والله إذا التقى السحر إلكن علي حلوان مرتب وإذا الله يكرمنا وحبلة سلمى إلكن عندي خارو يلا يا بنات يلا مرت عمي طولي بالك لسه جماعة ما ضيفونا إيه باتلي حمى والله نسيت لا تأخذوني عدو شوي لساوي كاسة شاي ونشربها كلنا سوا لا والله ما بتساوي شي بدك تتنظفي انت قال مثل ما قال مثل يا محلاها ضيفة لا تملي قومي وهي صيغتك صارت عندي والوراق عندي لك بس شو الفايدة إذا أنت كلك مالك عندي
وانت يا وضاح افندي قلنا لحالنا متى تبرتحنا منك. الله يجمعكم بنار جهنم يا حق. منيح اللي لقيتك هون. اهلين خير. شوفي فوت البيت ومشي معي. لوين؟ هلا بعدين بتعرف. فوت البيت. لا ما حذرتي، ما راح البس من غير ما اعرف لوين رايحين. يا بي بدي تاخذك على التربه. على التربه؟ لك ايه على التربه. فوت البيت. يا بي ليش خايف؟ ايه على التربه. ماني خايف. فوت. شي لقيش التربه؟ يا ربي والله حطيته. لك وينه؟ حوله وين الكمال؟ لك وين بده يروح يعني؟ اجى جني واخده. لك وين الكمال؟ وين الكمال؟ وينه؟ ليش شو فيه الكمال حتى خايف عليك لهالقد؟ في طلاب الصغن، انت شو دخلك بهالشغلة؟ انا خبيت لك يا لما شفت فيه ذهب، خفت عليه وخبيته عندي. ومين طلب على ايدك وقال لك تخبي؟ طلعتي منه شيء؟ لا ما طلعت منه شيء، بس يا عيب السوم عليك بس، معك كل هالمصاري وبتعمل حالك فقير وانجبوني وما معك النقله. لا ما معي النقله، لانه هدول اماني حطون عندي جماعه. يلا هاتي الذهبات للي. لا ما راح اعطيك اياهم، خليهم مخبيين عندي. شو؟ شو عم تقولي مخبيين عندي؟ اسمعي بلا، والله بحجب الله ما خليك. انت؟ انا اسمعي لي، المال بيعادل الروح، وانا مستعد موت 100 بوسه ولا يروح مني ذهبه واحده. زلم لسوف اسمعي لي، انا لا لي سائل عنك ولا على اولاد بنتك ولا على اهل ضيعتك كلياتهم. لا وحياة عينك، انا باخذ حقي من راعي. قولك انا ست زلم قبل منك، خلعتن عبرتن وبرحمل ستي برهون بلحقت فيهم، فهمان؟ شو؟ ست زلم؟ خنقتن بايدي خنق. والسادس كان المختار ما لحق قبل تخلف كام يوم، مات عطاك عمره لحقت فيه. لا دخيلك يستر عرضي، والله انا مسكين وابن حلال ويتيم. امسي معي لسوف. تعال على مهلك علي. تعال على مهلك علي. افتح الصندوق لسوف. والله افتحه. ولي شو ها؟ هدول اواعي زوزي الاولاني. ربي دخيلك. وهدول؟ وهي اواعي زوزي الثاني. وها؟ وهذا الثالث، وهذا الرابع، وهذا الخامس، وهذا السادس. اواعي المختال ما اعطوني اياهم يا حصرتي، بطاحتهم مع رفقاتهم. رفقاتهم؟ ايه مالي فيهم نصيب. وهدول شو هدول؟ افتحها. هدول اواعيين. يستر على عرضك يميهم بين اواعي الميتين. لك شو هاد؟ منينك اشتل هالتربه؟ شو عرفني؟ وينه؟ لك طلع على كل شاهده. يا عم اطلع. هاي شو؟ ها؟ هاد هو. اكيد هذا هو؟ ايه هاد هو. يلا حفير. يلا هاتي هاتي شاب. من ناحية القبلة. ايوه القبلة. القبلة وين صارت القبلة؟ هون هون عند راس البيت. يلا حفير بشوف. يلا اكيد هون. لك ايه هي قاتلة من ناحية القبلة. ايوه ايوه هذا هو، هذا هو السحر. هات لشوف. ايه والله قلت لك المرة ما بتكذب. لك الله لا يوفق، لك الله يصطفل فيهم، الله يحرمهم من نظرهم وعافيتهم. لك حاج تدعي بقى حاج، حرام عليكي.
مين بقى اللي حاطط لنا السحر؟ الله اعلم، شو عرفني؟ ايه بس انا عرفتها. عرفتيها؟ ايه. مينو هاي؟ اختك موضح، ما في غيرها. لك حاج بقى خلصت بقى تقولي اختي موضح، تركت لك الحاره كلها مشان تخلص من لسانك وما خلصت. لك حاجه بقى، انت شاطر بس تدافئ. روحي يا حاجه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر على كل من طغى وتجبر. ايها الناس، حيا على صلاة الاستغاثة. علقت الحرب بين رجالنا والفرنساوي. يا لطيف يا ستار، يا قوي على كل قوي. بالصلاة والدعاء. الله اكبر الله اكبر. يا لطيف يا الله اكبر. رجيب العوائب سليمة. الله توكلنا على الله. حيا على صلاة الاستغاثة. يا ناس، علقت الحرب بين رجالنا والفرنساوي. والتجئوا الى الله. اختنا شوفي، يوم في قداس. ليش القداس مو يوم الاحد؟ بلا، يلا بسرعه. بس اليوم ابونا بده يساوي قداس ليطلب النصر من يسوع. نصر على مين؟ على الفرنسيين اللي بدهم يحتلوا بلادنا. هلا الحرب علقانه بيننا وبينهم. الله ينصرنا عليهم يا رب. اخت هنا، في شيء اذا رحت معك على القداس؟ بالعكس، الاخوه والاباء رح ينبسطوا كثير. لك استنيني لحتى اجي معك. يلا عم بستناكي، العذراء تحميكي. لك الله ينصرهم يرد لنا يا عم سالمين غانمين يا حبيبي. امين يا رب العالمين. عليا قولي لي خالتي، وين اختك رويدا؟ رويدا؟ رويدا راحت لعند عمتها ام لطفي. ايه ان شاء الله بالهنا يا حبيبي. دريتوا انه سعاد خانه منخطبت؟ سعيد خطبني سعاد؟ ان شاء الله. ان شاء الله مبروك يا حبيبي. مبروك سعاد خانه. الله يبارك فيكي. وانتي كمان مبروك جوازتك من العقيد ابو فهد. الله يبارك فيك يا رب. دخلي عريس سعاد من وين؟ من تركيا؟ لا، من هون من الشام، بس من بكوات الشام. ايه ان شاء الله بالهنا. لك الله يهنيكم وعبال عند اولادكم جميعا يا حامي. ان شاء الله. شلونك تقبليني؟ اذا حدا من النسوان سالك على رويدا قولي لهم انه عندك بالبيت. ايه السلام عليكم جميع. عليكم السلام. اهلين نصبي. وين بدي اقعد؟ الله حيرتوني. ان شاء الله تضلي على طول شاله وما تطفي. ايها الملك السماوي المعزي روح الحق، الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، إله واحد. آمين. الله يكتر خيرك ويجبر بخاطرك إلهي يا شيخة مصيعة. الله يسلمك يا رب ويديم أخي شمروخ فوق روسنا. والله أنا لولا ما بسوى شي. دستور من خاطره، الله لا يجعل كلامنا تقيل عليه. آمين. إيه وإمتى بتحبي يجيب لك الدجاجة السوداء وجوز الحمام؟ خليها ليوم التنين الجاي. وكرمال خالتك ام صفوان ما بيمشي الحال يوم السبت. تكرم عينك بيمشي الحال، بس بدك تديري بالك منيح. الدجاجة لازم تكون سودا طلس، وجوز الحمام لازم يكون قبلق بحلسها. وين بيلتقوا هدول؟
والله مو شغلتي هاي يا ام صفوان، هاي شغلتكم انتو. شو عليه؟ بخلي ابو صفوان يدور عليهم وما يرجع ليأمنه. الله يكتر خيرك، يلا ادعينا. يلا يلا. خاطري، مع السلامة. ادعينا. موفقة. مين هي؟ هي جارتنا أم صفوان، جاي مشان كنتها. وإن شاء الله مشي الحال؟ بيمشي الحال، عند أخي شمروخ ما في شي ما بصير. خد تقبرني. شو هدو؟ مصاري. ما قلت لك أخي شمروخ صعلنا برزقة، نهر دهب رح يمشي علينا. إيه كتر خيرك يا شمروخ. إن شاء الله نعيما. هيك ها مو حلوة الوخامة. سلام. ايه طيب شو بديك؟ ليش جاي لهون؟ بدي تدبر لي جازة سودا وجوز حمام أبلق بحلسي. أبلق بحلسي؟ ايه. مشان شو؟ طالبتون الشيخة فردوس ام صياح، قال مشانه بطالع السحر من على زكية. ايوه، ليش بين ما انه زكية مكتب لها؟ لك ان تقبرني ولي على قلبي مكتب لها، مكتب لها مشان ما تتجوز. ايه خلص، لكن بكره الصباح بروح على سوق الحمام وبجيب لك اياهم. دير بالك ها، بكره يعني بكره ها. قول ان شاء الله. يلا بخاطرك تقبرني. مع السلامة. يا حما، والله الشيخ ام صياح ما لها قليل بنوب. مرحبا ابو حميد. اهلين. شو صار دواء الفهم اللي وصيتك عليه؟ لسه ما ساويته. لا يا ابو حميد، بكره بيخلص الدواء من عندي من البيت الله يوفقك. خلصنا بقى، خلصنا بقى يا ابو جبلي، شبك متنا اليوم رح ساوي لك يا. بس انا عملت لك صيت انك حكيم وبتساوي دواء للفهم والنسيان. وهدول الجماعه اللي واقفين قدام دكانتي كلهم بدهم دواء من عندك للفهم. ناديله ناديله. قربوا يا جماعه قربوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا حلمي؟ شو في؟ دخيلك يا حكيم، الولد صار له 3 سنين عم نعلمه القراية والكتابة ولهلأ ما عرف يفك الحرف. أيوة. رجعوا يا بي، رجعوا الشباب يا بي. الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يسلمكم. الله يسلمك. على السلامة يا حكيم. الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يسلمكم. شو عقيل؟ وين بقيت الشباب؟ ليكم جايين ورانا. ليش هيك صار معكم؟ هذا قدر الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بس مثل ما قال يوسف بيك، لازم الفرنساوي يعرف انه في بالشام رجال يفدوها بدمه الارواح. الله يرحمك يا ابو ليلى ويجعل مسواك جميل. يوسف بيك استشهد؟ اي نعم، ومو بس هو، راح لنا رجال كثير. لا إله إلا الله. الله يرحم. لك نياله على الشهادة ونيال الشام على رجال مثله. لك كان يهجم على الموت مثل النمر. الله أكبر. شباب الحارة إن شاء الله ما صار لهم شيء. لا كلهم بخير. بس شو؟ احكي علي. شيخ جوهر استشهد. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. نفسي زائقة الموت. طلب الشهادة ومالها. وين دفنتوه علي؟ جبناه معنا. هلا شباب بيوصلوا بالمرحوم معه. الله يرحمه. لا حول ولا قوة الا بالله. رحمة الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمل أحدكم بعمل أهل النار ويبقى بينه وبينها ذراع، ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. الله يغفر له ويرحمه يا رب. آمين. وصلوا الشباب. يا بي ليش عم تبكي؟ يوسف بيك استشهد يعني. الله يرحمه.
والفرنساوي فات على الشام. بيطلعوا يابي بيطلعوا، طالما في رجال مثل حكايتكم وفي نسوان عم تخلف. روح طمن الوالدة، روح يابي روح. لا يابي مالي رايح لحتى ندفن الشيخ جوا. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. عمي أبو رضا كان معكم شيء؟ ايه والله شفنا عنيك، بس بعدين فقدناه وما عاد عرفنا وين اراضيه. بس ما يكون صار له شيء، علمه عند رب العالمين. إيش كان من أهل الشهادة فهنيئا له، وإيش كان من الأحياء الله يرجعه بالسلامة. آمين يا رب العالمين. يلا يا جماعة أجروا، خلينا نفوت المرحوم على الجامع ونصلي عليه ونوريه ترابه. واني ادراو وانا مالي حيل اتحلك والله. قوم افتح تقبل قلبي. اقول لك ما يدرى شو بدنا قوم افتحي انت. يلا خليكي يا ام خلي الله يوفقك. ابو حميد شو رايك تاخذ برغوتين وتفتح عني؟ الله يوفقك. برغوتين؟ ايه اذا فيهم برغوتين ليش لحتى ما اقوم؟ ايه روح روح. قولي حميد. لك شو بكون؟ لك شو بكون؟ صرعتونا أروتونا. لك شو بكون؟ جاينا بالشحادة وبنتها لسه الشمس ما طلعت. يخرب بيتكم نزعتولي مرائي. الجماعة جايين بالدز. لك شو بكون؟ ليش عم تضحكوا؟ في شي يضحك؟ لك أبو حميد؟ لك لابس الباس مخدون؟ شو؟ الله لا يوفقك يا أبو خدون. فضحتيني نشرتي عمدي على بيرك. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك يا أبو خدون. فضحتيني الله يفضحك. مو على عيني لك مو على راسي، والله لطعميكم زبل كلياتكم يا أهل الضيعة. الله لا يوفقك، الله لا يشعل خير. لك نشرتي عمدي على بيرك. فضحتيني. لك صوفي صوفي عم تسبسب بالصباح. صوفي لك ليش لابس الماسي؟ ليش وحدتك تكون أبسي؟ ما بتضحكي؟ لا خربطني. خربطنا فضحتينا. يخرب بيتك فضحتينا. يا بيت أهلا وسهلا بأبو جدعان. حي الله بالقامي. الله يسلم رديين. شرف. شو ليش لابس هيك؟ هذا اللي بتضيع فيه. ايه بعرف، قصدي وين البدلة العسكرية؟ لا عوفت، البدلة العسكرية خلص ما عاد فيه. ليش وسطك؟ أنا قصدي ما بخدمش الفرنساوي، اللي بيخدم الفرنساوي خاين يا أبو فهد. ايه والله معك حق. وأنا لسه جاي ودعك، بدي أطلع الضيعة الديار اشتاقت لأهلها. توداني؟ طيب ما تضل عنا هون بالحارة. هي أنور رح يضل هون، وأنت كمان منحطك بعيوننا. قول وفعل يا أبو فهد، بس والله الحقيقة بدي أطلع الضيعة. والله رح نشتاق لك يا طيب. ونحن رح نشتاق لكم، وان شاء الله بين كل مد ومدي بيجي بزوركم. خدي حطيهم بالخرج. لا تطولوا شبابكم بالدور كلكم. لا تاخذوا دواء وتصيروا تفهموا وتتذكروا. خذ اعطيهم لجدتك هدول، بس دير بالك اوعى يقرطوا الحبات قرط، لانه مريم مثل العلقم بتخليه بلع بلع وبتصعي وراها كاسه مي. عرفت؟ ايدك على العمله. يا راسي يا حميد. كتر خيرك كتر خيرك. حطيهم بالخرج. قلتي يا حرمي يلا خدي خدي حطي بالخرج. قال لي يا بي رضا يا بي وينو؟ اجا اجا لك يا ابو رضا. ابو رضا على السلامه. على سلامتك يا شباب. اجا ابو رضا مزيتي. عبد الله على السلامه يا عمي ابو رضا. سلام عبد الله على السلامه يا ابو رضا. الله يسلمك. خير شو بقى ايدك؟ صوبت فشك. لا 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 ان شاء الله الجرح مو كبير. الجرح كبير كبير كثير.
أكبر مني بنكر. البلد راحت يا رجل، البلد راحت. لا يا أبو رضا لا، البلد ما بتروح طول ما فيها رجال مثل حكاية. الله يعزك يا حبيب، الله يعزك. يلا يلا عليها بصياح تفضل. اكيد عم يقولوا انه الفرنساوي فتح القلعه وطلع مع حبيس. شو هالحكي؟ اي والله عم يزهر هو اللي عندي. ابو عجاج اهلي يا سيدي. ابو عجاج الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. أهلين صلاة. الله يسلمكم يا الله. سلامة يا بعجار. أهلين تيسير. شلون طلعت من الحبس؟ الفرنساوي فتح القلعة وطالع كل المحبيس وأنا طلعت مع هالناس. الحمد لله على السلامة يا بعجار. أهلين رجلي. أهلين الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عمي أبو زيد. تفضل لي عندي جوع القهوة. تفضل يلا بعجار. تفضل تفضل. نورت الحارة بعجار. صفوان ابن عمك رجدي طلع من الحبس. ايه سمعتهم يا ابي سمعتهم. يا خلينا نروح نسلم عليه. يلا يا ابي يلا سبيني انا بضلضم شوي بالحاره. لك خف رجلك روح معي مو حلو قدام اهل الحاره. لك يا ابي رجدي ابن عمي انا بروح المسويه بسلم عليه لحالي خلصنا. يخرب بيته. لو هذا قاتل قتيل شلون طلعوه؟ شو هاد يا رجل؟ والله يرضى عليك، والله بتخجلوني، طمرتوني بفضلكم يا جماعه. لا يا عم ابو رضا، انت بمقام الوالد الله يرحمه. تعيش وتترحم رحمه الله عليه. على كل حال عمي، مين خلف ما مات. تسلم يا عمي ابو رضا، بعدين نسيت انك انت بطل ورفعت رايه الحاره كلها، علي ما علي كل اهل الحاره بيتمنوا يقدموا لك خدمه. اخ اخ شو بطل وما بطل؟ والله والله كان أهول علي يموت ألف موتي ولا شوف الفرنساوي عم يسرح فيه من رح بيرض الشام. تفرج عمي أبرضة تفرج. يلا مد إيدك مد إيدك عمي أبرضة. هاي مشاهر عملت لك ديك على كيف كيفك. مد إيدك. الله يستر عليها وبنت بعمرها. كل عمرها صاحبة واجب وأخت رجال. أي والله هاي الزبدية بدك تاكلها كلها. والله يا عمي والله يا عمي مالي نفس بس كرمال خاطرك بشربي شوية مرق. شوية مرقة بس. لك شو مرقة ما مرقة؟ بدك تاكل لحم مشان تعوض الدم اللي نزلت من ايديك؟ يا معلم عمر الله يرضى عليك. لا ممكن، بدك تاكل يعني بدك تاكل. أحسن ما نادي لك أخي شاير ها؟ لا دخيلك لا تنادي له خلص باكل باكل أمري لله. يا مو تقبريني كمان شوي. مسكي عمتي لأفتح الباب. يلا. معبده كرمالي الله يوفقك. تبعتين تقبريني. مالي نفس. مالي. نقطين بس الله يوفقك. يا ما اجلستي انت امي 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 وقفي على رجليك. امي طول قلبي امي احسن رجدي. اهلين ابو محجوب. الحمد لله على سلامتك. اسلمك ابو محجوب. طمني عنك. الحمد لله. شوين رويدا؟ روحي اختي ناديلا. قلتلك نادي لرويدا. شو بكون؟ رويدا فيها شي؟ ضعفانة ما هيك؟ ولا في شي تاني؟ رويدا! رويدا! رويدا مالها هون يا عمتي؟ مالها هون؟
لكن وينها؟ ردوا علي عم قلكم وينها؟ رشدي، رويدة هربت من البيت. شو؟ مثل ما سمعت، رويدة هربت من البيت. لوين هربت؟ وليش لحتى تهرب؟ شبك يا مو؟ شبك سلامتك يا مو؟ ما في شيء يا مو، ما في شيء، عم يجعني بطني والله شوي. سلامك بطنك يا مو. ايه، وين راح يا مو خير؟ والله اخذ الدجاجة والحمامات. الشيخة أم صياح. ايوه. تعال نسوي لك شوية كمون. بابونش يا مو، بابونش. لا كمون أحسن. والله بيقول لي بابونش يا مو. لك بوك شو فهمه هالشغلة؟ يا زكية. ايه يا مو. تعي ساوي لأخوك شوية كمون. يلا جاي يا مو. يا مو، رجلي طلع من الحبس. هي الله لا يوفقه. شو طلعوا من الحبس؟ مو على بينا بده يقعد 10-15 سنة؟ هذا الفرنساوي يا مو فتح القلعة وطلع كل المحابيس. الله لا يكتر خيرهم. وهلا اشكال رجلي دري انه رويدة اخته هربت بسببي. الله يعلم شو بده يساوي. شو بده يساوي يعني؟ اه والله والله اذا بيفتح تمه. روحي يا مو، روحي تيسري على شغلك انت، بس لا تعوقي. لا ما راح تعوقي يا مو. يلا بخاطر. الله معي. وين الكمون؟ يلا أخير. يلا على السريع. أخ يا طريق. أنت السبب. لك أخي أنا شو دخلني؟ شو دخلني؟ هي أختك. لك شو هي مو هي؟ لك أنت ما بتعرف إنه هي ما بتطيع لهذا الحمار من يوم ما الله خلقها. لا تقول عن أخي حمار وعرف حالك شو عم تحكي. لك حمار وستين حمار. ولا بورجيك شو رح ساوي بهالكلب الواطي. فيها فوتي على أوضتك ولا تتدخلي. ايه عمتي، مشان الله فوتي بقى على أوضتي. رشدي عمتي، شبك الله دخيلك على حالي. رشدي ان شاء الله صحة تقبرني. هاتي لشوف. يخرب بيتك من حالك، لك شو حاطة بقلبك؟ والله كمو. لك هذا فلفل يا بهيمة، سكي، سكي روحي من خلقتي. شوفي مين، يلا على السريع، لا تفتحي لا تقليلي. ها مين؟ أنا رشدي، افتحي. وين صفوان؟ صفوان؟ تذكرت صفوان. مالهم؟ قال مثل ما قال المثل، بس عملته وتكتب على الغطاش. لك رشدي يا ابي عمي. عامل حالك نايم يا واطي. يا الله، ما بيخلي الواحد يعرف ينام بهالبيت. لوين بده يروح؟ لوين بده يروح؟ وين ما راح وين ما اجى مرجوع لهون. هيا. ايه شو رايك بكاسة شاي ابن عمي؟ شرب عقيل، شرب. يلا 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 شرب. زكية فوتي لجوا، فوتي. شرب عقيل، تفضل. على السلامة. الله يسلمك عقيد. شو وينه صفوان؟ ماله؟ أبو صفوان كمان ماله؟ أعطيني الشبكة. أنت شلون بتفوت على بيت ما فيه غير الحريم؟ لأنه واطي. وين كنت بتخبي ولا؟ أنا ما كنت بتخبي. بعدين لا تقولوا لا. كنت عم بدور على حبة لحتى نبطر فيها. أخي يا واطي. أبو حجاج خلصنا بقى، خلصنا صفوان، صور الشر طالع لفوق. ماني طالع. ماني طالع؟ بلا عقيد، بس كرمالك كرمالك محجوب. فوت انطبي وليه؟ فوت انطبي. يخرب بيتك من حالك، إذا بتفهمي أنت والله ما بتفهمي. إن شاء الله شرف 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 عقيد. يعني بفهم من كلامك
انه الحرمه بريئه ومظلومه؟ اي والله يا ابونا، هي هيك حكت لي قصتها. انت متاكده انه كلامها صحيح؟ انا اللي شايفته انه الاخت عليا انسانه مؤمنه وصادقه. طيب حاولي تعرفي لي هي من اي حاره وشو اسم اخوها، بلكي بنبعت وجهها يافي عنها وسامحها. مستحيل يا ابونا، حاولت معها كثير وما قبلت. هي مبسوطه عنا؟ ايه مبسوطه كثير. هي ما بدها من هالدنيا غير مكان تحس فيه بالامان وتعبد فيه ربها براحتها. مري لعندي على المكتب مشان تاخذيها لمصلاي. شكر لك يا ابونا، والاخت عليا بتشكرك كثير على اهتمامك فيها. شكر لله. انت شهم وقبضاي ومعك حق تزعل، بس مالك حق بنوب هالفوتة اللي فت على بيت عمك. واختي عقيد، اختي اللي ضاعت والله اعلم الناس شو عم تحكي عليها. ما حدا دري بالقصة غير اهلك وبيت عمك، واللي بده يجيب معدل اختك بكلمة اتركه علي. انا بسحب لسانه من حلو، واختك رح ندور عليها ونلاقيها. مرت عمي عقيد لحالها بتكفي وبتوفي، ذاتا هي اللي رح تفضحنا بالحارة. ما بتسترجي، بس انا بدي منك تتوعى منيح وتضل قبضاي ومعدل. هالشي اللي ساويته ما ينعاد مرة تانية. أنا تربيتك عقيد. كفو. أنت تربيت المرحوم أبو عبدو يلي كل الناس بتحلف براسه، ومن بعده أبو الضاح الله يذكره بالخير، شيخ القبضايات بالحارة كلها. عقيد، تعرف مين طفش عمي أبو الضاح من الحارة؟ مين؟ صفوان. شو هالحكي؟ اي نعم، صفوان طالع اشاعة على وضاح انه خاين وبيستاهل الاعدام. صفوان؟ اي نعم، وصفوان ضربوا لعمي ابو وضاح مرتين. لك شو عم تحكي انت؟ اي ضربوا. لك وليش ما قلت لي من ساعتها؟ انه عمي ابو وضاح امن علي اني ما اجيب سيرة لحدا، ما كان بده اياك تعرف باللي صار. وليش ما بده اياني اعرف؟ كرامة لعمتي ام وضاح، شنو مثل ما بتعرف صفوان بيكون ابن اخوها، وما بده اياك تضربه وتهين كرامته قدام الناس. وابو وضاح شلون ما صار رقبته؟ عمي ابو وضاح بعد ما اجا خبر المرحوم وضاح انهد حيله، وبعد ما صفوان طالع اشاعه عن وضاح انه خاين وبيستاهل الاعدام انهد حيله بزياده، وكره الدنيا كلياتها واسودت بعيونه. يا باطل يا باطل، يا ويلك مني يا صفوان الكذب. صغيرة عقيد، وحياتك صغيرة، اتركه علي. لا، هذا حسابه عندي أنا. لازم كل الناس تعرف، اللي بتجرأ على أبو وضاح ما بيعيش ولا تكي. عقيد، مشان أختي أنا لازم أروح أدور عليها، بس ماني عرفان وين بدي بلش. أنت لا تاكل هم، وما عليك، أنا عم ببعت مين يدور عليها، بس بدي منك هالكم يوم ما تظهر بالحارة وتدير بالك منيح. ليش عقيد؟ مشان أهله المرحوم عرفان، ما بدي اياهم يترصدوا لك، واللي ما بيحسب حساب الرجال ما له رجال. فشل. هلا انت عميل مثل ما عم بقول لك، وما تطلع من البيت الا انت ومسلح وعيونك عشرة عشرة، وان شاء الله بهالكم يوم بروح انا والقضاوات لعند أهله المرحوم ومنجس نبضهم، اذا كانوا ميالين للصلحه ندفع هديه ونخلص. ما من اخي يفوت لهون على بيتي بغيابي؟ اي والله والله نعم صاربته. لك لو ابن اخوك عامل لك قدر قيمه كان راح لعندك على الدكان، مو اجى لهون. شو مفكر حاله فايت على بيت ارمله ولا بايكه؟ بعدين نحن شو دخلنا اذا هربت اخته من البيت؟ شو دخلنا؟ يروح يدور عليها وين راحت ومع مين فلتانه. ايه انا بدي واقفه عند حده. يوص والله عليك. إيه بكره رح افرجيك شو رح تسوي فيه. شو رح تسوي؟ وليش بكره مو هلا؟ لانه العقيد ابو فهد اخذه لعنده على البيت عشان بهدله. شو؟ راح مع العقيد ابو فهد على البيت؟ ايه، العقيد ابو فهد ما بيرضى على الشيء اللي سواه، ما بيرضى بنوب. ما هو العقيد انجس منه، شو مفكر كثير بحبنا؟ انا مستريح. ولي معناتها هلا راح يحكي له عن كل شيء صار بيني وبين ابو الطاح. مش كان رشدي هلا حكى له لشاهير اني ضربته لابو الضاح، واني قلت عن الضاح انه خاين؟ لا، ما والله بيطير اعلى من راسه، وخصوصي ايش كان قال له انه رويدة هربت بسببي وانه وافقت تتجوزني بشرط.
هذا مصري، بعته العقيد ابو فهد بده صفوان يروح لعنده. شو بده بصفوان؟ ما بعرف، يمكن بده صفوان يروح لعنده مشان رشد يبوس راسه لصفوان ويعتذر منه. يا حبيبي علي بوس راسي قال يا الله يستر ما يقيمه، والله مالي غير سالم بيك. ايه ما قلت لي شو هو العقيد؟ العقيد يا بيك حاطط دابه من دابي وعم يبوز براسه لابن عمي بده يعلقني انا وياه. حتى انه هداك اليوم يا بيك ابن عمي فات على بيتنا بغيابنا، شاف سلمى وهي بالتخت يا بيك. اوف، وليش فات على بيتكم هيك فوتي؟ شو بيعرفني يا بيك؟ والله ما بعرف، قال اخته هربانة عم يدور عليها واجا يشوفها عنا. بسيطة، هلا انا مالي فاضي، بس ارجع من بيروت ببقى بتفضلك وبحل لك المشكلة. انا بعرضك يا بيك، والله مالي غيرك، من هون لترجع بيكونوا خلصوا علي. صفوان! صفوان! ليه العقيد؟ وينه ابنها؟ مين صفوان؟ ايش عندك خيره؟ قال عمي راح لعنده. راح لعندي ما؟ لك مو عيب عليك، انت زلمه طول وعرض وشوارب، خلي ابنك يهينه لابو وطاح ويقول عن وطاح خاين. يا لطيف، شو الحكي يا باطي؟ طول بالك عقيد، طول بالك. والله صفوان ما هانه. لك شلون ما هانه؟ ابنك يا كبير هو اللي طفش ابو وطاح من الحاره، وابو وطاح حط على الجرح ملح وسكر كرمالكم يا بيت الولادي. لا 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 يا عم شو عليه، يا عم شو عليه، لعنة الله عليه زلمه دون. طولوا بالكم يا جماعه، طولوا بالكم. القصه مو هيك. شلون صارت القصه؟ هات لنشوف. معلش عقيد، بعد اذنك، ابو وضاح بيكون صهري وابني صفوان مثل ابنه، يعني ما تواخذني بهالكلمه، يعني هي امور عائليه بيناتنا. لا سيدي مو عائليه، ابو وضاح ابونا كلنا، وضاح الله يرحمه بيكون اخونا، واللي بده يجيبه معدله لازم يتحاسب. اي والله يا ابو صفوان، ابنك ماله حق بنوب. بتفهمه لابنك، بتقول له انه شاهر عياش ماله تركه. ايه والله بيستاهل سيدي، يلا لا يقيمه يا باطي. هيك نتيجة الترباية، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. ونحن عم نقول لحالنا ليش ابو وضاح ترك الحارة؟ هون أهل الحارة، ليش حاطين دابهم من داب ابني؟ شو عامل له؟ من غيرتهم، من غيرتهم أكيد. ولي على عيونهم إلهي. ها إيش صفوان؟ قال مثل ما قال المتر اسكوري ديك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا أخي. قومي ولي، قومي ضب أغراضك، قومي بدنا نمشي يلا. ليش بدك تضب أغراضك ابني؟ خلصت منها أمي؟ لا يا مولا، بس سالم بيك سافر وأمن فيني بالبيت لبين ما يرجع، بقى بدي روح أنا وسلمى هلا نقعد هنيك. هيك أحسن يا بيك، أحسن. ليش يا بي؟ إنه العقيد أبو فهد قالب عليك الحارة من هو الشر.